الله يقول عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ندخل الجنة بإيش؟ بأعمالنا. النبي يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. كيف نوفق بين أمرين؟ الظاهر بتعارض، الظاهر بتعارض. الله يقول: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والنبي يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذه الباء هي الفيصل في التنبيه، بما بالباء بقوله بما، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء في بعمله والباء في بما كنتم تعملون. هذه الباء العرب تذكر الحرف الواحد وله عدة معاني، فالباء هنا غير الباء هناك، ولذا لا تعارض. لكن ما هو مذهب هؤلاء؟ الجنة عندهم معاوضة، العمل معاوضة لدخول الجنة، العمل ثمن الجنة. عند أهل السنة العمل سبب لدخول الجنة، وفرق بين القولين، وسيأتي التنبيه على ذلك.